وقفتوها في زوري. اهلا وسهلا بيكم مره تانية. احنا موعدنا مع الجوائز الفائزه بجائزه حلقه امس الاول مدام عزه احمد حسن. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ خير. مين بقى؟ من امبابه. امبابه اجدع ناس. ربنا يخليك. لون زوار. هتعملي ايه بالفلوس؟ اجيب شقه. هتجيبي شقه؟ ما انت ساكنه فين؟ لا قاعده مع مامتي، يعني في البيت مع مامتي. انت متجوزه وقاعده انت وجوزك مع مامتك؟ لا كان كنت في شقه وقاعده مؤقت وخلصت، فقعدت مع مامتي. الدنيا صعبه؟ لا يعني في اوضه وصاله مع ماما، يعني في نفس البيت. في نفس البيت. دلوقتي هتروح تدور على شقه واسعه؟ طبعا اكيد. عندك اولاد؟ علي وعلياء. علي وعلياء، ربنا يخليهم لك. الف مبروك. الله يبارك. الشقه شقه كبيره ويمتعكم معانا على طول ان شاء الله. اتصل بينا على طول وهتكسبي، ونتمنى تكسبي اكتر من كده ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. متشكر ليك كده. اما الفائزين، الاول نقول لكم الفائز بالعمره في صوره وصوره الاستاذ ساهر عبد الناصر السيد من القاهره، الف مبروك، هيفوز بعمره، ادعي لنا. اما الفائز بحلقه حلقه امبارح بقى يا جماعه، مين اللي فاز؟ نقول الو. الو الو، ازيك يا استاذ يحيى؟ استاذ ساهر، انا اسف. اللي فاز بجائزه العمره يحيى محمد زهران فرغلي من الجيزه، اما الاستاذ ساهر فهو الفايز معانا ب 10000 جنيه. مساء الخير يا استاذ ساهر. تنور. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. انت فزت معانا ب 10000 جنيه، هتيجي تستلمهم بكره معانا هنا من البرنامج مع تامر امين ومنى الشرقاوي ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخلي حضرتك. انت مبسوط قوي؟ اكيد يعني. وانا كمان مبسوط لك والله العظيم، اول مره اشترك مسابقه في حياتي. وهو كسبت، شفت بقى؟ بس مش كل المسابقات، يعني خليك في الحاجات الجد كده وتكسب على طول. الحمد لله. الف مبروك. الف مبروك يا استاذ ساهر. بعد تاني الفايز الفايز بالعمره الاستاذ يحيى محمد زهران فرغلي من الجيزه، ده الفايز في صوره وصوره، ده الفايز برحله عمره ان شاء الله. استاذ يحيى ادعي لنا برضه، وادعي لمحمود سعد. بشكركم. بعد الفاصل هنروح لسؤال بسؤال الاستاذ الحقوقي نجاد البرعي في مواجهه النائب البرلماني رجب هلال حميده، مواجهه ساخنه جدا. وبعدها تسجيل خاص في اعترافات خاصه للفنان محي اسماعيل مع تامر امين.